مشاهدي برنامج اسأل مجرب، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من محافظة كفر الشيخ. احنا موجودين معاكم دلوقتي في منطقة بلطيم. تابعنا معاكم من فترة خطوات او مراحل نجاح اجهزة معالج الماء المغناطيسي في مصر وفي الدول العربية. النهاردة واحنا موجودين معاكم في محافظة من المحافظات الزراعية المهمة، هنستعرض معاكم النجاحات اللي تمت. طبعا في البداية برحب بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. احكي لي، انا شايف ان المنطقه هنا من المناطق الزراعيه الجميله. انا عندي تنوع كبير جدا في المحاصيل، الموالح هنا ما شاء الله، يعني شايف جوافه، شايف رمان، شايف موز، مانجا. احكي لي القطاع الزراعي هنا شكله ايه؟ هو القطاع الزراعي هنا بالنسبه لمنطقه بلطيم هنا كلها طبعا اشجار فاكهه، جوافه ومانجا، وفي بعض من الموز والرمان والليمون، ولكن قابلتنا بعض الصعوبات في مياه الري فأدت إلى موت الأشجار بإصابة الأرض بالنيماتودة، والتجأنا للأجهزة اللي هي المغناطة. قبل ما تلجأ بقى الأجهزة المغناطة، أنت بقالك هنا قد إيه؟ كم سنة؟ أنا بقالي هنا في الأرض ديت كده 10 سنين. في بعض المهندسين كانوا بيجيبوا لنا أدوية ماشي، وقال لك تضيف في الأرض تبع السمادات، بس ما كانش بيجيب نتيجة. ما جابش نتيجة. ايه الاعراض بقى اللي بتبتدي تبان على الشجر؟ الاعراض هي تبص تلاقي الشجره وراها بينشف ويتساقط، وتؤدي لموت عفن جذري بموت الشجره من فوق كلها ببعضها. خساره كبيره جدا. خساره كبيره. وبعدين جيت ركبت الجهاز. الجهاز لله الحمد جايب، يعني طبعا انا مركبه بقالي كده بالظبط سنه. فلله الحمد جايب نتيجة في نمو خضري، في تحسين الجذور، في تحسين التربة. أيوه. ماشي، في الإنتاج، نسبة الإنتاج عالية. أنا شايف المشاكل دي كلها عندك بسبب إن أنت كان عندك، دي كلها حاجات أثرية قديمة. دي قديمة. ليه الحاجات دي كلها من تأثير المياه في المرحلة الأولانية. يعني إحنا زي ما إحنا شايفين أهي الصورة بتبين قدامنا، ده حرق في الأوراق، وبعدين الشجره نفسها هزيله. دي شجره ايه؟ دي شجره مانجا. مانجا. المفروض ان اللي احنا شايفينها دي المانجا، المفروض ان ده الخير. وطبعا زي ما احنا شايفين ضعف كبير جدا في الانتاجيه في المعدل الخضري، فيتركب الاجهزه. بدات اركب الاجهزه. وبعدين طبعا الجهاز محصول السنه دي الحمد لله كان كويس. انت قلت لي على مشكله كبيره عندك، قلت لي ان انا كان عندي نيماتوده. النيماتوده دي لما بتدخل الارض صعب جدا ان هي تخرج. لكن احنا ماشيين بالتحاليل. كل شهرين بنعمل نسبه، ناخد نسبه تعينه من التربه. وبنحللها، والنسبه شهرين عن شهرين بتقل. بالتحاليل طبعا. بتقل بسبب ايه بقى؟ بسبب طبعا ما عدتش بنضيف اي كيماويات خالص بالنسبه للادويه. بالنسبه للمياه الجهاز، يعني الميه بتاع المعالجه مغناطيسيا هي بقت نفسها اللي بتقاوم النيماتود. وانت بتحلل فين؟ بنحلل في معمل في كفر الشيخ. يعني تاخد عينات من الميه تروح توديها تحلل، وعينات من التربه. الملوحه كانت عندك كام قبل تركيب الجهاز؟ 2800. ده الناس كلها يعني كله بدا يتزهق من موضوع موت الاشجار. وطبعا زي ما انت فاهم موت الاشجار عندنا هنا بخساره جامده. فالتجانا طبعا حكايه الاجهزه والمياه المغناطيسه ديت، ولله الحمد. يعني انا بالسنه دي لله الحمد، فضل من عند ربنا، كنت 10 على 10. حتى التاجر اللي كان بياخد اصلا من المحصول بيقول لي المحصول السنه دي الحبايه اصلا طعمها مختلف. انت يعني من ضمن كلامه بيقول لي انت، يعني هو التاجر نسي ياخد المانجايه دي. يعني ده يعني دي ده خلاص، هو انت بعت المحصول ودي اتناست معانا هنا. الاشجار دي هي الاشجار اللي ابتدى يبان عليها مظاهر الصحه مره تانية. يعني هي كان فيها اصابه ولسه، يعني التجربه بتاعتنا مهمه قوي، او المقارنه اللي احنا بنعملها دلوقتي، ان انا عندي نفس الشجره هي اللي كان فيها اصابه وما كانتش بتنتج، لكن في نفس الوقت ابتدى يبان عليها، يعني لو جينا نبص بالكاميرا اللي فوق، مظاهر عودة الحياة مرة أخرى للأوراق، والمعدل الخضري ابتدت تبان في القمم النامية، وابتدى المحصول يرجع عندي. فأنا ما قدرتش أستغنى عن الأشجار، وما حصلش خسائر في الأشجار نفسها، لأن العلاج هو لنفس الشجرة، نفس المكان اللي كان فيه إنتاج ثم توقف بسبب مشاكل في النيماتودة وارتفاع في ملوحة المياه، ابتدى يعود مرة تانية منتج. يعني احنا حظنا ان احنا جينا بعد بيع المحصول، الحمد لله ربنا يبارك لك.
ولكن معانا ذكرى منه. لكن ده المانجا. عندنا ايه تاني بقى هنا؟ عندي هنا الجوافه. الجوافه برضو يعني الملوحه بتسبب فيها مشاكل كبيره، والنماتوده كمان. بالنسبه للنماتوده مع الجوافه اسرع من المانجا بالنسبه للموطن الاشجار كمان. يعني المانجا ممكن تستحمل، شجره المانجا تستحمل النماتوده، لما بالنسبه لشجره الجوافه اقصاها 3 شهور وبتلاقيها اتكلت على الله. 3 شهور الشجره؟ 3 شهور بعد الاصابه بتلاقيها ماتت. يعني انت بعد ما بتشقى فيها وتجيب شجره وشتله وتزرعها وتشتغل تلاقيها في 3 شهور الموضوع بينتهي. 3 شهور والموضوع ينتهي. يعني الشجره هي دي عمرها هي 6 سنين. عندي البر الثاني قلحت شجره بعد 3 سنين. لا حول ولا قوه. ما نفعش. انت طبعا الري هنا عندك وضعه بالتنقيط ولا غمر؟ لا غمر، اراضينا هنا غمر. طب ما دي حاجه جميله انت ذكرتها. انا الغمر هنا بشتغل ازاي؟ بركب الجهاز فين؟ ومنظر الترع والمراوي كان ايه قبل ما اركب الجهاز؟ الجهاز بيركب لمطارد الموتور. تمام. بيركب وهي مع دواره الموتور المايه بتطلع منه بمغنطه طبعا بتروي، او عايز مثلا بتضيف سماد او حاجه. احنا بالنسبه لنا هنا طبعا مياه غمر بنضيف السماد ارضي. مكنة وهي بترفع المية كان شكل المية ايه قبل تركيب الجهاز وبعد تركيب الجهاز؟ المية في المرحلة الاولانية قبل تركيب الجهاز كانت بتنزل مرغية، رغوة عالية جامدة، ويعني حتى الواحد لو داس فيها برجله كانت بتعمل حرقان. ماشي. بعد الجهاز اتمنعت الرغوة دي تمام خالص، نسبة المية بقت اسرع انتشارا في الارض لانها مية خفت طبعا، المواد الشقبة فيها اتفككت. فالمية بقت اسرع عن المنطقه اللي كانت مثلا بتروي في ساعتين بتروي في ساعه ونص. يعني يقلل عندك التكلفه. يقلل عن تكلفه السولار. احنا فضلنا يعني في حديثنا لغايه لما جينا هنا وقفنا عند شجره الجوافه دي. الشجره دي اخبارها ايه معاك؟ انا شايف ان عليها ما شاء الله محصول برضه. هو الحمد لله برضه دي من ضمن القطع اللي كانت مصابه بعد حكايه المايه المالحه، ولله الحمد يعني بدات ان هي تفوق تاني زي ما احنا شايفين. يعني الحمد لله انت لما يكون صاحب ارض وشايف الخير ده قدامك بعد ما كنت خلاص يأست من الأشجار وبتقول أنا ما بتديش عندي إنتاج، النماتودة بتهاجم أرضي، وتبتدي تستخدم العلم وتشوف تجرب بنفسك. أنا واقف في خير، تعالى يعني بالكاميرا كده، نفس الشجرة عندنا هنا الجوافة زي ما احنا شايفين في مراحل نمو ومراحل لسه يعني فضل عليها أسابيع علشان يتم حصادها. المكان ده من على يعني كلام صاحب الأرض يقول لك انا كنت خلاص. انت كنت بتفكر في ايه قبل ما تكتشف بقى معالج المياه المغناطيسي؟ كنت بفكر ان انا اقلع الاشجار دي. صعب قوي على الفلاح. صعب، بس هنعمل ايه يا استاذنا؟ نعمل ايه يعني؟ والله انت اللي استاذنا، انا اللي بتعلم الفلاح المصري. لان فعلا انا يعني اي حد يحط نفسه مكان الفلاح ويشوف الصعاب اللي بتقابله والمشاكل وازاي بيفكر انه يحلها يعرف ان الفلاح المصري قد المسؤوليه. جوافه ومانجا، في محصول تاني عندك هنا؟ لا، في المنطقه اللي احنا واقفين فيها ديت مفيش بقى الا شجر الليمون ورانا اهوت. والمنطقه اللي هي منطقه شرق فهر ومان زي ما انت حضرتك شايف. جيرانك هنا لما شافوا التجربه دي قالوا ايه؟ كله دلوقتي طبعا في اول ما ركبت كنا عملنا كلام ومؤتمر، فقال لك نجرب عندك الاول. فحاليا دلوقتي كله بدا ان هو يركب جهاز التوتر. اسال مجرب، واحنا موجودين معاكم في ارض الواقع في محافظه كفر الشيخ منطقه بلطيم. كان عنده مشاكل كبيره جدا بسبب النماتوده وارتفاع ملوحه المياه في التربه وفي مياه الري. النهارده قدرنا نعالج هذه المشاكل ونتغلب عليها. نتابع مع حضراتكم اسال مجرب.